وينضم إلينا موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، يعني هل تطلعنا على نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في واشنطن؟ لم أسمع السؤال جيدا، وإنما أتوقع أن يكون حول نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مشاركا في فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية. السيد الرئيس من المنتظر اليوم أن يشارك في الجلسة الختامية لهذا المنتدى أو هذه القمة الهامة. هذه الجلسة تأتي تحت عنوان جلسة لرؤساء الدول حول تعزيز الأمن الغذائي ومرونة النظم الغذائية في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة. من المنتظر أن يلقي السيد الرئيس كلمة مصر أمام هذه الجلسة الهامة، يتحدث خلالها عن أهمية تعزيز وحفظ وصيانة الأمن الغذائي في القارة الإفريقية للحد من التأثيرات السلبية لعدد من الأزمات والتحديات التي شهدها العالم وشهدتها القارة السمراء طوال العامين الماضيين. نتحدث هنا عن جائحة كورونا وتداعيات ما بعد جائحة كورونا، بالإضافة أيضا إلى التحديات أو التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من انقطاع لسلاسل للإمداد من الغذاء وأيضا من الطاقة. السيد الرئيس أيضا سوف يواصل خلال هذا النشاط نشاطه ولقاءاته السياسية المكثفة التي ستجمعه بعدد من رموز وأقطاب الإدارة الأمريكية من جانب، أو عدد آخر من الرؤساء والقادة والزعماء الأفارقة المشاركين في فعاليات هذه القمة الهامة. السيد الرئيس كان قد اختتم مساء أمس لقاءه باستقبال وزير الدفاع الأمريكي أوستن لويد للسيد الرئيس بمقر وزارة الدفاع البنتاغون في العاصمة واشنطن، لقاء ممتد جرى خلاله تبادل الرؤى وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كان في مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وعدد من الأزمات وجهود مصر لحلحلة هذه الأزمات، والتي أشاد بها وزير الدفاع الأمريكي وأشاد بالدور التاريخي الذي تطلع به مصر لحفظ أمن واستقرار هذه المنطقة، وأكد على أن العلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية التي تربط القاهرة وواشنطن علاقات ممتدة وشراكة يمكن البناء عليها لحفظ وأمن استقرار المنطقة وعدد آخر من المناطق في القارة الإفريقية التي تشهد اضطرابات وأيضا حالة من عدم الأمن والاستقرار. السيد وزير الدفاع الأمريكي أشاد بروح القيادة لدى السيد الرئيس والاتزان الذي خلفه عدد من الأزمات التي مرت بها مصر بسلام، وأشاد بروح القيادة لدى الرئيس السيسي في التعامل والتعاطي مع عدد كبير من التحديات سواء التحديات الأمنية أو التحديات الاقتصادية. نعم، أشكرك جزيل الشكر علاء رشوان موفد التلفزيون المصري، وبالتأكيد نتواصل معك على مدار اليوم للمزيد من التفاصيل.